ما كتبتوا يوم بعد يوم بانكم مؤسسه مواطنه مواكبه للتطور مواكبه لتوجهات سيد رئيس الجمهوريه يعني باستبدال الطاقه الاخوريه بالطاقه الجديده، هادشي هذا يعني لازم تكون قدوه بالنسبه للمؤسسات الاخرى خاصه الموجوده على مستوى الجنوب. يعني عندنا طاقه شمسيه موجوده وحاضره، وعندنا الطاقات البشريه اللي يمكن ان تحول هذه الطاقه الشمسيه الى شيء ملموس، وبالتالي يجب الخروج يعني نتمنى من صورتنا كنا نقاسم التجربه مع المؤسسات الاخرى الموجوده في الخطوه.